بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناسبة جليلة تلك التي تحظى فيها أكاديمية الشرطة بتشريف سيادتكم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، جيل واعد من الرجال ترسخت في نفوسهم أسمى معاني الوطنية والفداء، يحملون رسالة أمن الوطن والشعب المصري بكل شرف وفخر وإباء. فأهلا بك يا سيادة الرئيس بين أبنائك الخريجين. الحفل الكريم. تخطو أكاديمية الشرطة خطوات واثقة نحو المستقبل، حيث وضعنا نصب أعيننا أن الدعامة البشرية لأجهزة الشرطة يجب أن تكون على القدر الواجب من الكفاءة والفاعلية. لذا يتم تطوير كافة برامج الكيانات التنظيمية بالأكاديمية بصفة دورية بما يكفل لها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الأمنية. كما تم إقامة منشآت تعليمية وتدريبية ومعيشية لزيادة الطاقة الاستيعابية لكلية الشرطة لمواجهة متطلبات الواقع الأمني، وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توظيف العلم لخدمة أغراض الأمن، فقد أنشئ بأكاديمية الشرطة مركزاً للبحوث والدراسات الأمنية يضاهي أحدث مراكز الدراسات الاستراتيجية الدولية، بهدف رصد وتحليل المشكلات ذات البعد الأمني وطرح الرؤى العلمية والواقعية وسيناريوهات التعامل المحتملة، سعياً نحو الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، ولتبقى أكاديمية الشرطة في الطليعة قلعة للأمن لها الريادة بين نظيرتها إقليمياً ودولياً.